بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة المعاهد الفنية الصحية دبلوم التسجيل الطبي والإحصاء، دكتورة جيهان محمد استشاري الصحة العامة وصحة البيئة. النهاردة هنتكلم في شابتر 7 على الميديكال كودينج اندكس اند اي سي دي. شابتر 7 بيتكلم عن الدايجنوزيس كودينج اللي هو ترميز التشخيص. ايه حكاية ترميز التشخيص ده؟ ICD purpose and uses. The international classifications of the disease. ايه الغرض منها وايه استخداماتها. ICD is a foundation for identification for health trends and the statistics globally and international standard for reporting disease and health condition. مهم جدا لان هي بتحدد طبيعه او اتيتيود او اتجاهات الصحه، وهي بتعتبر احصائيه عالميه ومعايير قياسيه لتقرير الامراض والحاله الصحيه. It is a diagnostic classification. هو تصنيف للتشخيص. Standard for clinical and research purpose. هو معايير قياسية للحالة السريرية والأغراض البحثية. ICD defined as the universe of the disease disorders, injuries, other related health condition listed in comprehensive hierarchical fashion and that allow for easy storage. طبعا التصنيف الدولي للأمراض هو حاجة عالمية بالنسبة للاضطرابات الأمراض والإصابات وأي حاجة لها علاقة بالأحوال الصحية في قائمة الأمراض. طيب هي احنا ليه الاي سي دي اللي بتدينا فرصة لان احنا للتخزين ونسترجع تاني ونحلل المعلومات الصحية. طبعا دي مهمة جدا ليه؟ علشان يكون عندنا evidence based decision making، يكون عندنا تقارير صحية معتمدة على حقائق علشان نقدر ناخد قراراتنا. عندنا الدوكيمنت بنقدر نسترجعها من خلال الكودينج ونقدر ناخد قرار مبني على أساس. Sharing and comparing health information between hospital, region, setting and countries. دي طبعا بتدينا فرصة لأن إحنا نشارك مع ونقارن المعلومات الصحية بين المستشفيات والمناطق والأماكن والأوطان. Data comparison in same location across the different time period. البيانات اللي عندنا، المقارنات اللي موجودة في البيانات بتبقى في نفس المكان وبتعدي على أوقات مختلفة من الموجود في الوقت اللي احنا بنعمل data comparison. Uses include monitoring of the incidence and the prevalence of the disease, observing reimbursement and the resources allocations. دي بتدينا فرصة كمان لأن احنا الاستخدامات الاي سي دي، لأن احنا نقدر نرصد حدوث وانتشار الأمراض ونلاحظ المبالغ السداد والموارد المالية اللي موجودة والترند بتاعها الاتيتيود أو اتجاهاتها and the keeping track safety and the quality guide. طبعا دي بتحافظ على سلامة و سلامة وجودة الإرشادات. يعني
They also include the counting the deaths as well as disease, injuries, symptoms, reasons of counter factors that influence health status and external cause of disease. طبعا بتأثر على ان احنا نحسب او نعد حالات الوفاة زي حالات المرض والإصابات وشكوى ما يعاني منه الأشخاص والأسباب طبعا الخارجية لأي مرض والأسباب اللي بتأثر على الصحة عشان نقدر نتفاداها for decision making أو لأخذ القرار. ده فائدة الـ ICD أو الـ International Classification of the Disease واستخدمتها. History of ICD ابتدت ازاي؟ لازم نعرف التاريخ بتاع الـ International Classification of the Disease أو التصنيف الدولي للأمراض. The first international classification edition, أول طبعة known as the international list of causes of this. أول طبعة كانت بتعرف عن السبب الأساسي للوفاة. Was adopted or automated by International Statistical Institute in 1893. Automated من خلال المعهد العالمي للإحصاء سنة 1893. بعد كده WHO World Health Organization أو منظمة الصحة العالمية اعتمدت الـ ICD سنة 1948 وابتدت تطبعهم بمراجعة السادسة الـ ICD 6 that incorporated morbidity for the first time. أول مرة اعتمدت المرض مع الوفاة بالنسبة للتصنيف الدولي المراجعة السادسة. The WHO Nomenclature Regulation adopted سنة 1967 حددت منظمة الصحة العالمية بالتسميات طبعا التي اعتمدت سنة 67. Specified that member states use the most current ICD revision. Also, الدول المشاركة أخذت أحدث تنقيح للمرضى والوفاة for morbidity and mortality statistics. The ICD has been revised and published in series edition to reflect the advances in health and medical science over the time. طبعا التصنيف الدولي للأمراض اتراجع أكتر من مرة بسلسلة من الطبعات علشان يعكس التقدم في الصحة وعلوم الطب على مر السنين. طيب هنرجع تاني للفيرجنز للاي سي دي. اول ما قلنا ابتدى سنة 1900 ل 1909. سكند كان 1910 كل 10 سنين ده 20 لحد ما وصلنا حاليا للمراجعة العاشرة سنة 1999 الى وقتنا الحالي. وطبعا هو دلوقتي اي سي دي 11 ابتدوا يطبقوا. International Classification of the Disease 10 Revision اللي هي التصنيف الدولي للأمراض المراجعة العشرة. Clinical Modifications تعرفت بالـ ICD اختصارها ICD 10 CM Clinical Modification was developed following through evaluation by technical advisory panel and extension addition consultation with the physician group clinical coders and others to assure clinical accuracy and utility. علشان تعم الفايدة والدقة في الـ International Classification 10 CM ابتدت تتراجع وتتابع وتتقيم بالفنيين وضيفوا عليها ناس استشاريين ومعاهم الأطباء والمبرمجين اللي بيدخلوا البيانات السريرية وعلشان يأكدوا على المعلومات الدقيقة السريرية ويتعم الفايدة.
It is important to note that the United States ICD-10 consists of two parts. في أمريكا الـ ICD-10-CM اللي هم الـ Clinical Modifications two type. Our type for diagnosis coding للتشخيص الترميز للتشخيص and the International Classification of the Disease 10 Revision Procedures Codings. تاني level أو تاني مكان اللي هو للبروسيدير كودينج أو الإجراءات المتخذة للترميز لنظام الترميز for inpatient الناس اللي هم دخلوا الوحدات الصحية وإيه ما تم ليهم. يعني أول حاجة للتشخيص، تاني حاجة للإمبيشنت أو المرقدين في الوحدات الصحية وإيه الإجراءات التي تتم ليهم. دول تو ليفل أو تو مكانين أو تو بالنسبة للـ ICD-10-CM. For diagnosis coded you need to open the website of ICD-9 and ICD-10 in your browser. Write these two address. ايه هما two address؟ هنشوفهم دلوقتي علشان نعرف ال ICD-10 وال ICD-9. اهو browser وبنطلب علشان نعرف ايه هي هما الـ ICD-9 والـ ICD-10. alternative لو انت مش هتكتب البراوزر ده ممكن تدخل على Excel sheet وتكتب ICD-9 diagnosis code ICD-10 diagnosis code. general coding guidelines الإرشادات العامة للكودينج ICD-9. these guidelines tell coding analysis المحلل للترميز the basic information they need to code correctly. لازم يحلل مظبوط، يدخل الداتا مظبوطه بالنسبه للترميز based on physician document، يعتمد على الوثائق من الطبيب المعالج. you use both alphabetic index زي ما هنشوف في الفيجر الجايه and the tabular list. اول حاجة علشان يبقى لازم ندخل الفابيتك حرف و فهرس يعني وندخل التيوبلر اللي هي العواميد الموجودة عندنا زي ما احنا شايفين اهو الفابيتكال اندكس والتيوبلر اندكس. خلاص ده الفيجر اللي قلت عايزين نعرف علشان نعرف الـ ICD-9. برضو نفس الحكاية هي alphabetical index و tubular index علشان نعرف ICD-9. locate بعد كده the term of alphabetical index and verify the code وحدد الكود بتاعنا. select the tabular اللي هم في العواميد list. read to be guided by instruction notation. اي نوتس تلاقيها على العواميد دي بتتبعها. valid diagnosis code التشخيص المتاح لنا او المصرح به may have 3, 4, or 5 digit بيبقى لي من 3 لـ 4 أو 5 ارقام a 3 or 4 digit. code may only be used if it is not further subdivision. بنستخدم الكود من 3 digits لـ 4 digits okay مع alphabetical لو مش محتاجين further subdivided. codes that describe symptoms signs as opposed to diagnosis are acceptable if different diagnosis has not been established by the physician. الكود طبعا بيوصف لنا الحالة السريرية عن طريق الأعراض وبيشوفوا اللي بيفحص العيان الـ signs و symptoms. لازم بتبقى ما فيش أي معارضة لو مع الـ definite diagnosis. بنرجع الـ documentation بتاع الـ physician
لو ال documentation is not available يبقى بنعتمد على ال symptoms و signs اللي عندنا. طيب signs and symptoms that are integral part of the disease process should not be assigned as additional. لو احنا عندنا signs و symptoms موجودين وفي وجزء لا يتجزأ مع من المرض مش محتاجين نضيف اي كود زيادة، بنعتمد على اللي موجود عندنا. Signs and symptoms that may not associated routinely with the disease process should be coded when present. لو دلوقتي العلامات السريرية او شكوى المريض ما كانتش مشاركة بطريقة روتينية مع عملية المرض مش هنأيدها غير لما تبقى موجودة. Some single condition may require more than one code. في بعض الأحيان for a full prescription. في بعض الأحيان بنلاقي اللي إنه المرض محتاج اكتر من وان كود الفول علشان نقدر نوصفه بطريقة كاملة. عامة وان كود is for etiology، بنلاقي كود واحد لسبب المرض انو كود for manifestation، الاعراض التي تظهر من المرض. instructions such as code first use additional code if applicable any causal condition first. Guide the coder. Additional situation required more than one code are related to the late effect, complication and obstructed cases. في بعض الأحيان بنحتاج أكتر من كود خصوصا لو حصل complication أو مضاعفات أو حاجة متأخرة، تأثير متأخر زي في حالات وحالات الولادة دي اللي بنستخدم فيها another code. When the condition is described as both acute and the chronic code, both combination codes الجمع الأكواد are single code used for combination of two diagnoses. بنستخدم كود واحد علشان نجمع عرضين أو تشخيصين مع بعض or a diagnosis with associated with manifestation or complication. Don't use multiple codes if combination code describe all the elements. ما بنستخدمش أكواد مشاركة لو ال combination code describe يعني ما بنستخدمش أكواد كتيرة أو مالتيبل متعددة إلا لو الـ combination code describe ابتدى يوصف كل الأعراض اللي موجودة عندنا أو كل العناصر الموجودة. A late effect of residual effect of after the acute phase of an illness or injury has terminated. Late effect لازم يبقى terminated لأنه يعني حالتها صعبة. A late effect of residual effect after the acute phase of an illness or injury has terminated. There is no time limit as to when a late effect code can be used. مفيش وقت محدد لأن احنا نستخدم الإفكت كود. The residual condition is coded first. الجزء المتبقي من الحالة على طول بيتأيد ويتعمل له رمز ويتشفر. Abbreviation present in ICD-9 clinical modifications. NEC not elsewhere classifications. ما فيش ليها تصنيف أي حتة تانية. Details in medical record is specific. الدلائل أو البيانات اللي موجودة أو الاستفسارات
موجودة بتبقى specific خاصة بالحاجة دي، but a specific code is not available، لكن الكود الخاص بيها مش موجود، same as other specified، لكن هي بالضبط زي أي حاجة تانية خاصة. NOS not otherwise specified، هي ملهاش تخصص أو صفة في أي حتة تانية، same as unspecified، هي غير خاصة بحتة معينة. Information in medical record is not sufficient to assign a more specific code، يعني المعلومات اللي عندنا في التقرير الطبي أو التسجيل الطبي بتاعنا غير كافي عشان تاخد specific code. مهمة قوي قوي لأن احنا نعرف نفرق بين الاتنين، واحدة not else NEC not else classifiable مش متكررة، والتانية not otherwise specified. X used as placeholder، هو نائب الرمز. Where additional information is needed to assign specific fourth or fifth digit، لو المعلومات موجودة فبالتالي بتحدد أربعة أو خمسة ديجيت. مثلا عندنا هنا congenital heart disease excluded fluid overload NOC، اللي هي مش موجودة في أي اللي هو الـ excluded code. Covernant إزاي نقدر نحول من ICD-9 to ICD-10؟ عندنا هنا this can done using the following website for diagnosis. HTTP هنلاقي الـ International Classification of the Disease Codes compared ICD-9 to ICD-10. دي الطريقة لأن احنا بنحول فيها من ICD-9 ل ICD-10. برضو نفس الحكاية، بنعرف ازاي نحول for procedures. الفيجر ده بيحدد ازاي احنا بنحول من ICD-9 ل ICD-10. Example from previously used codes. Look carefully for the following example to see the difference between two versions as regards the code itself and the disease terminology. الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها ايه هو الفرق بين ال ICD-9 for diagnosis ICD-10 for terminology coding converting code 481. نفس الحكاية convert code 482. شكرا، أتمنى لأني أكون بلغتكم الكودينج الشفرة بتاعت أو الترميز بالنسبة للتشخيص وإزاي نحول من ICD-9 ل ICD-10. مستنية أسئلتكم في الفيديو كول، و good luck في الامتحانات.